قتل وقصف ومعارك ونزوح وهدن مخروقة ثم مفاوضات يبدو أنها ستكون الأصعب في مشوار درعا مهد الثورة السورية. الموت ولا المذلة شعاران صدح بهما ثوار المدينة، ويخيرهم النظام اليوم بينهما. بعد الحديث عن صفقة برعاية روسيا والكيان الصهيوني وبمباركة أمريكية تضمن وجود قوات الأسد في درعا وتوليها معبر نصيب الحدودي مع الأردن مقابل انسحاب الميليشيات الإيرانية 40 كيلومترا، صفقة يؤكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أنها لن تؤدي إلا إلى تعزيز أهداف إيران في سوريا، في ظل إصرار المعارضة على رفض تسليم سلاحها بشكل كامل والإبقاء على المتوسط منه. وتحت عنوان ما هو مخفي في عمليات التمويه، يشير تقرير المعهد الأمريكي إلى أن إيران متورطة وبشدة في العمليات العسكرية في الجنوب السوري، حيث زجت بميليشياتها متخفية تحت غطاء ميليشيات الأسد، لا سيما فيما بات يعرف بفرقة الرضوان التابعة للميليشيا حزب الله اللبناني. وفي غضون ذلك، كان المسؤولون الروس مشغولين في اجتماعاتهم مع الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني، حيث عرضوا صفقات وقطعوا وعوداً بشأن انسحاب إيران. ومع تطور المعارك على درعا تطرح أسئلة عما إذا كانت روسيا تستطيع فعلياً ضمان رحيل القوات الإيرانية وقدرة النظام على منع وكلاء طهران من التسلل والسيطرة على الحدود، أسئلة تبدو منطقية بالنسبة لمعهد واشنطن الأمريكي الذي يستدل عليها في وقت سابق من هذا الشهر، حيث جوبهت القوات الروسية بالرفض هي وقوات النظام عندما رفضت ميليشيا حزب الله الخروج من مواقعها في بلدة القصير الحدودية. حادثة تظهر أن موسكو قد لا تكون قادرة على زحزحة وكلاء إيران في سوريا، أو على الأقل غير راغبة في ممارسة ضغوط عسكرية كافية لإجبارهم على ذلك، ما يعني بشكل أو بآخر أن هذه الحرب الدائرة ستكون بغاية توجيه الضربة قبل الأخيرة للمعارضة السورية في مهدها، ووجود النظام هناك يعني تعزيز سيطرة إيران في سوريا.